بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذا الجزء السادس من الشابتر السادس بعنوان Placement of Dimensions هنعرض مكان ال Dimension Lines وهنا هنبدأ بال Lines and Leader Lines should not cross Dimension Lines يعني ايه لو اخذنا هذا المثال وضع الابعاد هنا خطأ بور ليه لأنه هنا لي الاكستنشن لاين هذا الاكستنشن لاين قطع ايه قطع dimension لاين وده خطا قلنا الـ extension لاين should not cross dimension line هنا كمان في خطا ليه لانه الليدر لاين قطع ايه قطع dimension لاين هذا الليدر لاين بتاعنا قطع ايه الـ dimension لاين يعني وضع الابعاد الصح هو ده وكده وضع الأبعاد حيكون حسب القاعدة بتاعنا The extension and leader lines of internal future can cross visible lines without leaving a gap at the intersection point يعني إيه؟ يعني هنا the extension line ممكن يقطع إيه the visible line، يعني هنا في خطأ ما نترك gap هنا لما نمر بـ الفيزيبل لاين هنا كمان في خطا ليه لان قطعنا الليدر لاين يعني الوضع الصح بتاع الخطوط بتاعنا هو ده يعني هنا الليدر لاين متواصل وهنا extension لاين متواصل Do not use object line with center line and dimension line as extension line. يعني يعني هنا في خطأ ليه؟ لأنه هنا استعملنا الsolid line أو solid line as extension line وده خطأ هنا كمان في خطأ ليه لأنه استعملنا center line كأ كextension line وقولنا هنا do not use center line as extension line هنا كمان في خطأ ليه لأنه استعملنا the dimension line as extension extension line يعني وضع الابعاد الصح هو ده avoid dimensioning hidden lines يعني تجنب استعمال الهيدن لاينز في وضع الابعاد يعني هنا في خطا ليه لانه استعملنا الهيدن لاين هذا وضع الابعاد الصح هنا استعملنا ايه استعملنا السوليد السوليد لاين عشان نضع ايه البعد بتاعنا place dimensions outside the view unless placing them inside improve the clarity يعني هنا في خطأ ليه لأنه وضعنا الأبعاد داخل الرسمة بتاعنا الأفضل نضع الأبعاد برا الرسمة وده هيساعد في أنه نوجد رسمة واضحة وأكثر وضوح Apply the dimension to the view that clearly show the shape of features of an object. يعني إيه؟ يعني هنا لو وضعنا البعد هنا ده يعتبر خطأ لأنه ما يعطينا الملامح صح أو واضحة الأفضل نضع البعد بتاعنا هنا وكده البعد عنده معنى في الرسمة كمان لو أخذنا البعد الثاني ده الأفضل نضعه هنا وبيعطينا صورة أوضح على الأبعاد بتاعنا المثال الثالث البعد ده الأفضل نضعه فين نضعه هنا أحسن عشان يكون مكان مثلا السنتر لاين ده محدد بالنسبة للمجسم بتاعنا Dimension lines should be lined up and grouped together as much as possible يعني ايه يعني نحاول نجمع خطوط الأبعاد مع بعض ونحاول تكون في نفس المستوى يعني هنا في خطأ هذا الدايمنشن لاين ده وده وده ممكن نضعهم ايه في نفس ايه المستوى وهنا كمان ممكن نجمع الدايمنشن لاين دي مع بعض ونضعها في الشكل ده Do not repeat a dimension يعني ايه هنا لو جمعنا البعد ده مع ده مع ده مع ده هنتحصل على البعد ده يعني هنا عملنا ايه اعدنا البعد مرتين وهذا وضع الأبعاد الصح بتاعنا